تحية لكل الهيئات الحاضرة معنا في هذه الوقفة التضامنية مع المناضل الشريف العفيف سيستافا داكار. تحية من هذا المكان إلى القضية الأساس اللي دون شك هي المحور ديال الاعتقال ديال المناضل الشريف سيستافا داكار. تحية إلى أهلنا في فلسطين وخاصة في غزة. تحية إلى كل الهيئات المساندة والمناضلة. السؤال علاش جينا هنا؟ حنا اعتدنا ان محكمه بحال هذه كيتحاكموا فيها المجرمين. حنا كنطرحوا السؤال، واش هاد السي مصطفى نائب مال عام؟ واش هاد السي مصطفى كان سبب في فشل شي اوراش كبرى ديال البلاد؟ واش هاد السي مصطفى اعتدى على شي حد؟ الا جينا وحنا مقتنعين باش ما يقولش لنا شي واحد ما تسبقوش القضاء، جينا وحنا كلنا اقتناع لاننا نعرفوا السي مصطفى حق المعرفه، ولا جينا نشوفوا الانتساب ديالو غيدور حول الثلاث. السي مصطفى عضو في جماعه العدل والاحسان، الكل يعرف جماعه العدل والاحسان برفقها وسلميتها وحسن تربيه ابنائها وبناتها، والفضل والمنه لله. السي مصطفى عضو في تنسيقيه ازمور التي نريد، وهذا المفروض يكون يتعطى للسي مصطفى وامثال السي مصطفى وسام ديال شرف، لانه كيدافع على مدينه من حقه كشاب يشوف مدينه نظيفه، مدينه كل الابناء والبنات ديالها كيحسوا بالراحه، ماشي مدينه مهمله مهمشه عن قصد مع سبق الاصرار والترصد، مهمله بشكل ممنهج. السي مصطفى عضو في الجبهه المغربيه لدعم فلسطين ومناهضه التطبيع، وهذا فخر لينا كاملين وفخر المغاربة، ماشي اليوم، في تاريخ المغاربة. نقولوا كلمة ونعاودوا نأكدوا ونسطروا عليها بألف سطر أحمر، ليتأكد المطبعون والمتصهيونون أن الشعب المغربي كيجري في العروق ديالو دماء ديال فلسطين، غير كونوا مرتاحين. الشعب المغربي مهما كانت المحاولات لم ولن يتخلى على القضية الفلسطينية. وفوق هذا لا بغيتوا تحسبوا بالخشيبات نقولوا بانك اللي كيراهن على الكيان الصهيوني فانه يراهن على حصان خاسر. بعد الطوفان الكيان الصهيوني الى زوال، ولا عندكم شي حد كيدير دراسه المستقبل يسيروا تقراوا. المغرب فلسطين، المغرب فلسطين. وحنا مقتنعين تمام اقتناع بان السي مصطفى بريء والى القضاء، ما دخلش في لعبه ديال تسميه الحسابات السياسيه. حنا عندنا يقين بان السي مصطفى في هذا النهار غنشوفوه في دارو، ونتمناو ان القضاء ما يدخلش في هذا الجانب ويكون فعلا قضاء نزيه كما نتمناه، وما يدخلش في لعبات كما قلت تسميه الحسابات، لان السي مصطفى هي الارتباطات ديالو. السي مصطفى داعم القضيه الفلسطينيه، السي مصطفى في التنسيقيه ديال ازمور التي نريد، السي مصطفى عضو جماعه العدل والاحسان. إذا كانوا هادو جرائم راه حنا كلنا مجرمين. الاعتقادات التعسفية لا بالمعاهدة الدولية حول حقوق الإنسان. فإذا أقول وأكرر بأن حنا كلنا السي مصطفى وكلنا العائلة ديال السي مصطفى، وبالمناسبة كنرفع التحية والقبعة ديال التقدير وديال الاحترام وديال الزوجة ديالو والاسره ديالو وكل المناضلين والمناضلات الشرفاء اللي مساندين السي مصطفى، ونقول بان السي مصطفى حنا غتلقاونا دائما الا كنتو عقلاء. الرجل مناضل شريف يستحق التكريم، ما كيستحقش الاعتقال، ولكن لا قدر الله كانت اخرى كونوا متاكدين راه ديما غتلقاونا واقفين بجنب السي مصطفى وبجنب كافه المناضلين، كل المناضلين من حراك الريف، الصحافيين اللي معتقلين ظلما، الحقوقيين اللي معتقلين ظلما، المدونين المتابعين ظلما، كلهم نؤكد الدعم ديالنا لهم ونندد باقصى العبارات بالاعتقال وبالمتابعه ديالهم اللي هي متابعه ظالمه واللي هي كتدخل مع الاسف القضاء في تسفية الحسابات مع المعارضين السياسيين. الشعب يريد صلاح المعتقل. الشعب يريد صلاح المعتقل. فإذا تحية مجددا لكم جميعا، تحية إجلال وإكبار للمناضل المعتقل السي مصطفى ولكل الهيئات الداعمة، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن نستقبلوا بعد قليل السي مصطفى حرا طريقا، لأننا نحن مقتنعين بالبراءة ديالو. تحية لكم جميعا.